مواصلة إن شاء الله مع الدروس الخاصة بمشروع الإدارة المدرسية من خلال برنامج فيجوال بيسكس 6. سوف نعرض اليوم ما تعودنا عليه، ما تم درسه أو شرحه في السابق، حتى نربط الدروس السابقة بالدرس هذا اليوم بإذن الله تعالى. نبدأ إن شاء الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا نفتح غرفة أو ورشة العمل، نقول هنا نبحث على هذا هو سكول ثم أوبن، أن مشروعنا هو يعتبر إيش سكول، ثم بروجكت 2 أي المشروع الثاني ثم أوبن. طبعا كما تلاحظون هنا نعرض ما تم عمله في الدروس السابقة، نقول رن، هذا رن، هذه الواجهة، ثم الدخول من هنا كابيتال، ثم 1 2 3 مرمز، ثم نقول دخول. تأتينا هذه الواجهة، هذه الواجهة كما تلاحظون قد أسسنا هذه الواجهات كاملة، أسسنا هذه الواجهات كاملة كما تلاحظون، الهيئة الدراسية مجتمع طلابي كما تلاحظون. ثم انتقلنا إلى السجلات، السجلات هذه لم يتم عملها لكننا نؤجلها، وبعدها آلة الحاسبة كما آلة المحصلة. ثم الحاسبة كما تلاحظون، نعم كما تلاحظون، ثم دفتر المذكرة، نعم دفتر ليش المذكرة اليوم، ثم انتهينا بهذا. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم على موضوع جدا مهم، جدا إيش مهم، وهو عمل علاقة أو اتصال بين أسرة لأسرة، يعني أسرة الفيجل ستوديو فيجل بيسكس أو مايكروسوفت فيجل ستوديو بيسكس، مع مايكروسوفت اوفيس. طبعا كما تلاحظون هنا هذه المجموعة، طبعا من خلال الفيديو بيسك اخترنا المرشح هنا البرنامج الذي نقيم عليه المشروع، وهو فيجوال بيسك 6، ومن هنا نختار طبعا علاقة هنا من عائلة الاوفيس هنا كما تلاحظون. نكبر المسألة عشان تكون المسألة واضحة، نعم المسألة واضحة هنا، نضرب ايوه هنا كما تلاحظون. نجد هنا، انظروا معي استوديو، شوف هنا مايكروسوفت فيجوال استوديو 6، تمام. هنا ايضا لدينا كما تلاحظون هنا مايكروسوفت اوفيس، انظروا للمجموعة، هذه عائلة المايكروسوفت اوفيس تتكون من عدة عناصر، ولكننا نختار العنصر اكسس، وهو الذي يقوم بعمل اتصال بينه وبين الأسرة فيجل بيسك 6. طبعا كما تلاحظون هنا هذا، نصغر هذه الشاشة حتى يكون اتصال بين هذه وهذه، انظروا معي هنا، نعم كما تلاحظون هنا، نصغر هذه، أصبح لدينا إيش برنامجان في مكان واحد في الشاشة واحدة، حتى نعمل عملية إيش مطابقة، عملية إيش مطابقة، انظروا هنا. طبعا العلاقة سوف تكون ما تسمى قاعدة البيانات، هو الاتصال ما بين مايكروسوفت اكسس مع، تلاحظون هنا، مايكروسوفت فيجوال بيسك 6، نعم. نحاول نستغل الأمور هذا حتى إيش تظهر لنا الواجهات هنا. طبعا هنا اخترنا وين، فلنبدأ في المانجر، نبدأ في إيش في المانجر، المانجر هنا، نعم تيتشر، لا نريد المانجر اللي هو الإدارة،
التي أول ما نبدأ في التعامل معها، مع أين المنير؟ هذا هذا، انظروا هذه هذه الواية، قلت ليش المنير اللي هي الإدارة أو هيئة التدريس، هنا كما تلاحظون هيئة التدريس. طبعا نحاول نشوف العناصر، هذه العناصر، هذه العناصر الذي يجب إدخالها والاتصال بها من خلال برنامج الأكسس. طبعا الرقم والاسم والوظيفة والمؤهل والرقم المالي والعنوان والهاتف، وأخيرا هنا كما تلاحظون التاريخ، يعني أين التاريخ؟ هنا لا يوجد تاريخ، إذا لا يوجد تاريخ. طيب نبدأ نعمل، إيش نقول هنا؟ إنشاء، شو انظروا إنشاء ملف، تمام. ثم نذهب على إيش؟ الكمبيوتر. شوفوا الخطوة الثانية إلى إيش؟ على الكمبيوتر. يأتي لنا فايل أو ملف، هذا هو نقول عليه موافق. ثم نحدد الموقع، طبعا الموقع تبعنا في بيئة الفيجي البيسك 6، هو كما تلاحظون يعني هذه جاية من سلسلة. ثم نبدأ في إيش؟ في القرص المحلي اس او سي، تمام. ثم نذهب الى ايش؟ هنا انظروا بروجيت بروجرام فايل، يعني برامج او الملفات البرمجة. هنا نعمل عليه كليك مرتين، ثم نذهب الى ايش؟ المطلوب حقنا وشو؟ انظروا هنا مايكروسوفت فيجوال ستوديو، هذا المطلوب حتى ندخل في البيئة. هذا اصبحت البيئة، بيئة الفيجوال بيسك 6 هذه، لكن انا اختار دوان على في بينج 98. ايوه طبعا لاحظ هذه انظروا هذه هي، هذا هو المشروع حقنا، المشروع ايش تبعنا. لذلك نقول نعم، نقول هنا نبدأ نقول البرنامج حقنا باسم ايش؟ باسم مانيجر، باسم ايش؟ مانيجر، ما ني مانجر، تمام. يعني اسم ايش؟ اسم الجدول اللي ننشئه اسمه ايش؟ مانجر، اسمه ايش؟ مانجر، او اسم الملف، ليس السجل ولا هذيك اللي هقول، سوف نتعرف فيما بعد ماذا نعني بالجدول، ماذا نعني بالسجل، وماذا نعني بايش؟ بالحقل. سوف نتابع، تابعونا ان شاء الله. نقوم نقول انشئ، انظروا انشئ، انشئنا ايش؟ يعني ملف باسم ايش؟ باسم المانجر. ثم ندوس على اليسرى ثم اليمنى ليظهر لنا ايش؟ يعني اختيارات. نقول عرض التصميم، عرض ايش؟ التصميم، وليس الفتح، عرض التصميم. هذا عرض التصميم، انظروا هذا عرض التصميم، هذا عرض ايش؟ التصميم. كما تلاحظون هنا نعم، هذا عرض التصميم. نبدأ نقول ايش هنا؟ طبعا نحن عرب، تمام. اذا بدأنا من بدايتها على حسب الترتيب الموجودة سوف يظهر لنا في ال اسمه في البيانات او القائمة البيانات معكوسة، معكوسة. لذلك نحاول نعكس الامور هذه من هنا، لان البرنامج تأسس على اللغة الإنجليزية، لذلك لازم يجب أن نعكسان. نبدأ بالأخير، نبدأ بالإيش؟ بالأخير، حتى يأتي لنا فيما بعد بالترتيب. يأتي لنا إيش؟ نبدأ باليمين ثم اليسار ثم اليسار. لكن لو بدأنا الأول في آخر صفحة يظهر لنا في قائمة البيانات من اليسار، تمام. لذلك نحاول نعمل العكس، نعمل إيش؟ العكس، العكس. آخر واحد معناته هذا الهاتف، نعمل ايش؟ الهاتف. اذا نقول الهاتف هنا، انظروا نحول العربي، نقول ايش؟ الهاتف. انظروا معي، ننزل الى ثالث مباشرة يتحول الى نص، مباشرة يتحول الى ايش؟ نص. وانا من جهتي يعني يعني رأي شخصي ان يبقى على النص، يبقى على ايش؟ للنص. في بعضهم يتحول، شوفوا انظروا قد يحوله إلى عدة خيارات، منها نص ليه أو مذكرة أو رقم أو تاريخ وقت أو عملة أو ترقيم تلقائي
او لا نعم او كائن او اي او ال اي او ارتباط شعبي او دماغي. لذلك لو تركنا على ما هو على نص انه الافضل انه الايش الافضل، نتحول الى الرقم الاخير اللي قبل الاخير وهو الايش العنوان، وهو الايش العنوان. انظروا معي العنوان العنوان نعم العنوان تمام. ايوه ننتقل مباشره الى الايش للحقل، احنا نسميه ايش حقل. انتوا معي انتوا معي، نحن في امور ها يجب ان نبين هنا هناك ماذا نقصد بالحقل. نعم ماذا نقصد بالحقل، ماذا نقصد بالايش الحقل هنا. انظروا نعم هنا انظروا معي نعم انظروا هنا نقول هنا هذا هذا يعتبر ايش؟ هذا يعتبر حقل، هذا يعتبر ايش؟ حقل. تبغوا معي؟ يعتبر ايش؟ حقل. نعم وهنا انظروا تبغوا معي؟ تبغوا معي هنا هذا هذا كله كله هذا كامل يعتبر ايش؟ جدول. تبغوا معي؟ يعتبر ايش؟ جد جدول نعم هذا يعتبر كله جدول تمام. يعتبر شو جدول نعم يعتبر جدول هنا. انظروا معي انتوا معي انتوا انتوا معي انتوا معي انتوا معي انظروا هذا يعتبر شوف شوفوا يعتبر هنا واحد اثنين ثلاثة وما إلى آخره إلى آخره يعتبر شو نسميه نعم نسميه نعم نسميه سجل نسميه إيش تمام سجل تمام نسميه إيش سجل. يعني أصبح لدينا هنا ثلاثة أنواع، ثلاثة إيش أنواع. الكل يسمى جدول، الكل ايش يسمى جدول، والجدول مكون من ايش من يعني مربعات افقيه وراسيه كما تلاحظون كامل يعتبر جدول. اما الحقل فيعتبر مربع واحد، يعتبر مربع ايش واحد، هذا نسميه حقل. لكن عندما ناخذ الصدر كامل بما فيه من حقول طوليه نسميه ايش سجل، نسميه ايش سجل تمام. متفقين متفقين. لذلك قلنا ليش؟ طيب اللهم صل على حبيب الله، خلاص انتهينا من المسألة هذه. انتهينا من المسألة هذه. إذا قلنا ايش؟ العنوان اللي يليه ما قبل الأخير الرقم المالي، الرقم ليش؟ الرقم المالي قلنا نكتبه العكس، الرقم الرقم نعم الرقم المالي الرقم المالي تمام. نص يفضل نص يفضل ايش نص. بعد الرقم المالي المؤهل، شوف المؤهل 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 تمام. هذا المؤهل على طول ننزله تحت يتحول نص تلقائي، نص تلقائي يفضل يعني. بعد الوظيفة بعد ايش؟ الوظيفة انظروا معي الوظيفة نعم الوظيفة. بعد الوظيفة ثم ننتقل الى ايش؟ الى الحقل. الى الايش قلنا سمينا انه الحقل يعني مربع يعتبر الحقل. الوظيفة الاسم نقول ايش؟ الاسم تمام. ننزل الحقل اللي يليه ثم نلتقي في اخر حاجة اللي هو ايش؟ الرقم الرقم تمام. الرقم أصبح لدينا هناك كم كم معنى حقول؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة حقول تمام. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة منتهين، أصبح الحقول موجودة لدينا تامة. كيف نقول؟ نقول نأتي إلى إيش؟ نغلق الوجه، نغلق إيش؟ الوجه. ثم تأتينا رسالة، تأتينا إيش؟ رسالة هل تريد حفظ التغييرات في تصميم جدول؟ شوف تصميم جدول يعني هذا الجدول يعتبر تمام أم لا؟ أم إلغاء؟ نلغي معناته إلغاء الأمور، لا معناته توقف، نعم
اهتم انظروا اسم الجدول، اسم ايش الجدول، اسم ايش الجدول، نقول عليه بدل ما نسميه هناك مانجر نقول مانج، عشان يقول يعني رمز او مكمل ايش للمعنى، لان نتكلم على ايش الواجهة، على هذه الواجهة ليه الادارتية اللي هي المانجر، كنا بناخذ الاسم المرمي باسم المانجر صح، هذا لذلك نقول ايش نحولها انجليزي نقول ايش مانج، مانج مانج نقول ما هو تمام، لا يوجد مفاتيح أساسية رغم مفاتيحها تمام. طيب نجي نعودها من جديد، نعودها ليش نقولها نفتح من جديد ليه، لماذا؟ حتى نلغي هنا الرقم التلقائي، الرقم ليش التلقائي عملنا مشاكل، عملنا ايش نقول لقص، عملنا ايش مشاكل في ايش في الربط، في ربط الأكواد. نعم أصبح لدينا أول حاجة الهاتف، نقول ايش هل تريد حفظ التغييرات في تصميم الجدول، نعم تصوير جدول ايش مانج، تمام مانج هذا قلنا مرحبا. نروح ايضا نفتحه، نروح نفتحه انظروا كيف صبرنا، نكبر المسألة عشان تفهموا ايش ايش الغرض من هذه، انظروا انظروا هذا هذا الرقم، شوفوا هنا الرقم، الاسم، الوظيفة، المؤهل، الرقم المالي، العنوان، الهاتف، أصبح لدينا بالنظام أو بالإثية العربي. من جهة اليمين نبدأ، انظروا كيف تحولت لنا بالعربي، لكن لو كتبناه على النظام حكى لوجد الرقم موجود هنا والاسم هنا تمام، وعلى العكس وكنا نقرأ من جهة اليسار لكننا نقرأ من جهة اليمين بسبب ايش التغيير العكسي، تغيير ايش العكسي. نعم هذا نجي نعبي البيانات، نعبي ليش البيانات، البيانات الخاصة بمن؟ انظروا نعم أول حاجة قلنا ايش الرقم، انظروا نقول ايش الرقم، الرقم نقول واحد، الرقم نقول ايش واحد، الاسم ماذا نسم اسم المدير، اسم ايش المدير، اسم المدير او اسم الوكيل او اسم نعم، ويفضل ان يكون اول واحد في الـ في الـ في الجدول يكون المدير، طبعا يليه الوكيل، نقول المدير، نقول المدير اسم اسم المدير مثلا نقول نقول عبد الله تمام عربي، نقول ايش عبد الله هذا نعم عبد الله تمام. الوظيفة نقول مدير، نقول ايش مدير، انتبهوا معي مدير مدير الوظيفة. المؤهل ممكن نقول بكريوس، بكالوريوس تربية، نقول ايش بك مختصرة تربية، انتبهوا معي تربية، بكالوريوس تربية. هنا الرقم المالي، الرقم الذي من خلاله يتم التعرف على الأمور المالية، الأمور المالية الخاصة بالمعاش. العنوان ممكن أقول إيش البيضة اليمن، البيضة البيضة بيضة بيضة اليمن اليمن. طيب الهاتف ممكن نقول 777123 واحد اثنين ثلاثة، ضرب عشوائي هذا للمثل، احنا نتكلم عن المثل معي. طيب يجب أن نعبي، يجب ايش أن نعبي هذه خانتين حتى نتأكد أن هناك حركة ما بين رقم واحد ورقم اثنين، ضروري تعبية اثنين، اثنين ايش سجلات، هذا يعتبر سجل وهذا يعتبر ايش كما اتفقنا سجل، نبدأ في الحقل ثم ينتهي حتى يتحولنا سجل، نقول ايش اثنين سالم، ممكن نقول انه سالم وكيل، ممكن اقول ايش وكيل هو الاصل وكيل لان اللي بعد المدير نقول انا بكالوريوس بك تربية، تربية انا ذا تبع ايش تربية كلها تربية. رقم مالي واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة يعني مختلفات لان كل كل شخص له رقم مالي محدد عشان تميز عليه. البيضة اليمن ممكن نقول البيضة اليمن خلصت المسألة ده،
نقول ليش البيضة اليمن نسخ لصق يعني لصق هذا تمام. وانا رقم الهاتف ممكن نقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هذا عشوائي تمام. نجي نقول اغلاق تم انظروا تم نعم انظروا نفتح تم تمام ايوه تم. طبعا ان شاء الله يعني في الحلقه الثانيه باذن الله تعالى وبالتالي سوف نواصل ما تبقى من طريقه عمل يعني قاعد بيانات المتصله بين ايش اكسس من عائله المايكروسوفت الاوفيس وهنا من عائله الفيجوال بيسك. شاكرين لكم حسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.